السلام عليكم، مرحبا بك في قناة محمد بياناش. هذا الفيديو راح نديره خصيصا لراهو روطار في القراية اللي فاتوا برومي تريماس، فاتوا الفصل الأول. كان بزاف قالوا لي الفصل الأول ما كناش سيريو، والفصل الثاني أنا حابين نبرونيو ونستدركوا التأخر، وأكيد أكو قادرين ومازال الحال وتقدروا إن شاء الله، ولكن يجب أن تعرف كيف توازن بين الفصل الثاني باش ما تكونش روطة في الفصل الثاني باش ما يصارلكش وصارلك في الفصل الأول، وفي نفس الوقت تسترجع التأخر تاع الفصل الأول. كيفاش دير؟ تابع معي الفيديو، حنعطيك بعض النصائح. الحاجة الأولى اللي نقولها لك هي أنك يجب عليك الانطلاق في الجد والعمل الآن الآن في هذه الدقيقة. هذا إذا مازال ما بديتش، يعني الفصل الثاني ديجا راه جاز نصه ولا أكثر. يعني الآن أنت مطالب بالبدء بجدية والعمل بكل قوة. أتتذكرون هذاك البرنامج تاع العطلة الشتوية اللي أعطيته لكم؟ وقتاش كان؟ كان في نهاية 2016 في ديسمبر. ديجا باش تشوفوا الوقت كيفاش راهو يجري، جازت العطلة وجاز شهر جونفي كامل، ورانا في النص تاع شهر فيفري. باش تشوفوا الوقت يجري ويمر بسرعة، لذلك ما تزيدش تضيع الوقت. لي ابليكا البروغرام هذا كنقولو يعطيك الصحة، واللي راهو تما مازالو مكمل في القراية كل يوم وراهو يتبع فريمون يعطيه الصحة، ولكن لي راهو متذبذب في المراجعة واللي مازال ما بداش كامل يجب الانطلاق بجد الآن قبل يعني ما تندم وتقول يا ندمت ينهار الباك. النقطة الثانية لنعطيها لك هي لا يجب إهمال مادة عن أخرى حتى لو كان المعامل تاعها صغير. ما تهمل حتى مادة، ربما مادة صغيرة هي اللي حتنقدك نهار الباك. أنا نعرف صاحبي في 2013 يعني جوزنا الباك حنا كيف كيف، نقول لكم شكون اللي نقدو في الباك، يعني شكون اللي سلكو، ايماجينو ما تجيش كاع في بالك، سبور هو اللي سلكو، جاب المعدل تاعو 10.08، وفي امتحان تاع الرياضة باك سبورتيف اعطاو له 18. لو كان يعني ما داش 18 ربما برك 17 ولا 16 كان ربما ما يجيبش الباك. باش تشوفوا ما تهملوا حتى مادة. الان انت تقول لي راني متأخر فصل الاول والفصل الثاني كيفاش ندير؟ شوفوا في ايام الاسبوع عندنا 7 ايام. انا واش ننصحكم اليامات اللي تقراو فيهم في الليسي، يعني راكو ديروا دروس جديده، لازم بالنسبه لمواد الحفظ تاريخ وجغرافيا شريعه اسلاميه هذه غير ديروا الدرس مثلا درتوه اليوم، كي تروح الدار تروح تحفظه وتزيد تريزوميه ودير ان فيش دو ليكتور. شوفوا الفيديو هذه ما باش ولا شفتوها، ما جابتش بزاف لي فيو، ما شافوهاش بزاف الناس، ما على باش درتها في وقت يعني كانت القرايه هذيك وين بدات. شوفوا الفيديو هادي تشوفوا كيفاش ديروا دي فيش ملخصات تاع الدروس في ورقه صغيره، تحطوا اهم العناوين اهم واش كاين في الدرس، يعني تحفظوا وتلخصوا في ورقه صغيره. فهمتوا كيف؟ هذه واش لازم دير، هادو ما الدروس الجديده تاع الفصل الثاني، غير دير الدرس منه تروح للدار تحفظو وتريزوميه هكذا باش متراكمش عليكم الدروس وتكونوا اجور تاع الفصل الثاني. كي يجي امتحان الفصل الثاني ما تحقش تريفيزي، تكون ديجاك حافظ كلش. هادي بالنسبه لمواد الحفظ تاريخ وجغرافيا والشريعه. بالنسبه الى الدروس العلميه الرياضيات الفيزيك العلوم التكنولوجيا هادوما غير ديروهم تاني، زعما اليوم درتو درس جديد تروح للدار تاني تعاود تريفيزي الدرس هذاك، اذا اعطاكم تمارين ولا حليتو تمارين في القسم عاود حلهم بلا ما تشوف، وزيد حل تمارين جديده من الكتابات تجيبهم من الانترنت من اي حاجه، المهم تزيد تحل تمارين جديده. قد ما تحل تمارين جديده ما نقولكش ما نعطيكش عدد محدد، يعني نقول لك مثلا حل تمارين واحد ولا زوج، قد ما تحل مليح حلي سوجي الى اخره هكذا. هادوما في 5 او 6 ايام تاع الاسبوع.
باش تخلي الويكاند على الاقل، باسكو شوفوا سيونتيفيك سي فري عندكم بزاف خدمه، ربما حتى الويكاند تقول لي ما نقدرش، ولكن على الاقل خصص نهار ولا يومين في نهايه الاسبوع الويكاند تاعك، مثلا نقولوا الجمعه، الجمعه هذيك سي ساكريفي النهار باسكو راك روطار، ساكريفي الصباح والعشيه لازم تقرا الفصل الاول، مثلا صباح دير حفظ والعشيه دير المات والمواد العلميه، ولا العكس كما ترتاح لهندا، على الاقل 2 سوايع صباح 3 سوايع العشيه، مثلا 5 سوايع في النهار مليحه، في الاسبوع عندك 5 ولا نزيدو السبت نقولو 2 سوايع زياده، هادو ما خصصهم غير تاع الفصل الاول، سواء باش تحفظ دروس تاع الفصل الاول مواد زعما تاريخ وجغرافيا شريعه الى اخره، ولا باش تراجع الدروس العلميه، راكم فاهميني؟ شوفوا الحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس هادو كامل ديروهم باش تحفظوا واش راكم تقراو في القسم في الليسي، دروس جديده تاع الفصل الثاني، تروح للدار تعاود تريفيزي وتحل تمارين. اما الجمعه والسبت الويكاند هادوما تخصصوهم برك باش تراطلابي والروطار تاعكم تاع الفصل الاول، ان شاء الله يكون حقكم الميساج. دوك متى قعدونا واش قعدونا؟ قعدونا اللغات، مثلا العربيه الفرنسيه الانجليزيه، اللي يقرا الاسبانيه يقرا الالمانيه كيفاش يدير، كيفاش تريفيزي هذه المواد. انا في ان شاء الله في الايام الجايين ما نسيتكمش، راح ندير لكم مراجعه على العربيه، ندير لكم فرنسي الى اخره ان شاء الله، وكاين مفاجاه ان شاء الله في شهر مارس راح تعرفوا عليها، اللي راه مازال في هذا الفيديو او يسمع فيه حتى الان، عندك مفاجاه في شهر مارس راح يكون حاجه شابه بالبزاف. المهم ما نقولكمش اكثر، المهم اللغات كيفاش، سواء فرنسية سواء انجليزية سواء عربية اسبانية المانية اللي جات، المهم كيفاش تريفيزي هاد المواد، هادو تريفيزيهم بحل مواضيع، لازم تحل لي سوجي تاع الباك اللي طاحوا، تحل تمارين الى اخره، صح تريفيزي الدرس واش درت في القسم، ولكن في نفس الوقت حل تمارين حل تمارين حل تمارين حل مواضيع، هادي يعطيك تدريب، تشوف لي كيسيون اللي فين يطيحوا خلاص، هادو كيما يقولوا اللغات هادو ساهلين 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 بزاف، يعني غير بلي سوجي تحل 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 تلقى روحك مريفيزي، ماشي حاجه كبيره. وفي الاخير واش يقعد، تقعد لك الفلسفه، الفلسفه هذه لو بوان نوار، الشبح الاسود تاع التلاميذ، الحل الوحيد باش تريفيزي الفلسفه، انا درت لكم بزاف لي فيديو، نخليهم لكم في وصف الفيديو تشوفوهم، هذا اللي مازال ما شافهمش نورمالمون، اذا راك متابع وفي لمحمد بياناش نورمالمون راك ديجا شفتهم. المهم عطيتكم طريقه كيفاش نراجع انايا، عطيتكم فيديو واحد اخر نصائح، عطيتكم منهجيات كيفاش تحلوا استقصائيه، كيفاش تحلوا جدليه، كيفاش تحلوا نص، بزاف بزاف شرحت لكم بزاف دروس مقالات سيفري، مازالوا ينقصوا شويه نكملوهم ان شاء الله الايام الجايين، ولكن عطيتكم بزاف نصائح في الفلسفه، ولكن مع ذلك يبقى هذه الماده هذه بزاف ما تدخلوش في راسو، باسكو هو دايرها في راسو بلي صعيبه، ديرها بلي سهله والله العظيم غتجيك سهله. المهم الوحيد الحل الوحيد لا سوليسيون امون افي هنايا باش تريفيزي الفلسفه هو انك تقرا الدرس جيدا، مثلا اليوم راكو درتو درس في الفلسفه، حاجة الاولى انا ننصحك تتبع مع البروف، على بالي بلي الحاله ماشي سهله، لانه فوضى كبيره في الاقسام، راهي انت كارثه في الليسيات، على بالي واش صاري كارثه، ما تقدروش تقراو مليح الفوضى، وزيدوا البروف هذاك اذا كان عيان ميفهم مين دب، والفلسفه دي جايه اصلا شغل ماشي صامطة، هي اذا كان عندكم بروف مليح والله العظيم غير تولي لكم حلوه وتحبوا تقراوها، ولكن كي يكون بروف عيان كدا اي حاجه تولي ما تحبش تقراها معاه. المهم انت سيي على الاقل كونسونطري مع البروف تاعك، المهم على الاقل هذه كي ما دير والو اكتب الدرس، ماشي ما تكتبش، كاين بزاف اللي ما يكتبوا ما يدخلوا ما على بالهم، اكتب الدرس تاعك باش هكذا كي تروح للدار تعاود تريفيزي، انت قعد قرا غير الدرس، ولا عطاوكم مقالات زيد قراهم وسي يفهمهم، واش دير احفظ الاقوال الفلسفيه، مثلا فيلسوف كيقول عبسه ولا، هذوك احفظهم سور بلاص في هذاك النهار اللي درتو الدرس،
ماذا عاود تكتب المقالات؟ سي انت كي تقرا الدرس وتقرا المقالات وتحفظ الاقوال، سي عاود حل المقالة هذيك بلا ما تشوف، على حسب واش فهمتك، على حسب واش شفيت من الدرس، وكتب وحدك. معليش تغلط، غد من داك تعاود تحلها حتى تلقاها صحيحة. وسي بدل شوية تعبير، بدل، المهم هكذا باش تدرب، تنمي القدرات تاعك، تطور نفسك في التعبير، تولي تقدر تفلسف وحدك الى اخره. وتقدروا مثلا هذوك المقالات اللي تكتبوهم وكذا تديهم البروف تاعك ولا اي استاذ واحد اخر مليح في الفلسفه ولا في ليكور تاعك، تعطيهم له، قال فوالا شوف اذا صحيحه ولا مش صحيحه، يزيد يصحح لك. هذه هي الفلسفه، لازم لها تدريب، تحل سجيات، كل حاجه فيها تدريب، كما راكم تشوفوا المواد العلميه، اللغات، الفلسفه، هذو كامل لازم لهم تدريبهم، لازم. هذه هي حتى التاريخ والجغرافيا، مليح تزيد تشوف لي سوجي واش يطيحوا، سورتو دوك الخرائط كدا، تشوف كيفاش موفين يطيحوا، تشوف لي كيستيون كيفاش يطيحوا. هذه هي. المهم هي في النهاية لازم امتحان تاع الفصل الثاني، لازم تحضر له، ديرو كي شغل هو الباك الفصل الثاني، شغل علاه، شغل هذا تحدي ليك انت، قال مثلا الفصل الثاني هو الباك ونريفيزي كلش، نريفيزي كلش ونشوف شحال ندي لاموايان، يعني شغل راك دير تجربة، دير تجربة. مثلا هو الباك وعندي فصل برك، ما عنديش عام كومبلي، شغل نديرو كومين اكسبيريونس، ندير الفصل الثاني تاعي شغل هو الباك، نريفيزيلو مليح ونروح نجوز الامتحانات سيريوزمون شغل الباك، ونشوف لي ريزولطا، انا ماني خاسر والو. اذا ديت مليح نفرح، والمعنويات تاعي المورال حيطلع للسما، وحيحفزني كتر في الباك، نهار الباك باسكو صافا نلقى روحي بلا نديت نقاطي ملاح، تسمى هذا يعطيني شوية نظرة على ان الباك ان شاء الله نقدر نجيبو. اذا ما ديتش مليح هنا لازم نشوفوا المشكل وين راه ونسيو نصحوه. المهم راك رابح في لافير، ماشي هادوما الامتحانات تقول ما يتحسبوش، على بالي ما يتحسبوش، بصح على الاقل استفد منهم. هذه هي. اذا يعني لقيت روحك صافا وبديت تلقى توازن، وفصل الاول صافا افونسيت، يعني بديت تريفي تكملو، والفصل الثاني راك اجور، من داك تقدر تاخذ يوم راحه، ولا على الاقل نص نهار راحه، هذا ديرو ليك انت كما يقولوا مكافاه هديه لنفسك. روح دير مثلا، اخرج مع اصحابك، ديروا فيها فطور مقلب، دبروا راسكم، روحوا تحوسوا، تحب ترقد ديها رقاد، تحب تلعب بلاي ستيشن العبوا، ديروا واش حبيت. المهم كل ما دير حاجه مليحه، هذه نعطيها لك كم ايناستيس تكنيك، هذه ديجا باش نهنيك على انك اذا حتسمع هذه لا تكنيك بلي شفت الفيديو حتى دقيقه، يعني نقول لك برافو وتستاهل نعطيك التكنيك كيما هذه لا تكنيك. وشنو هي؟ كي تشوف روحك مثلا عندك هدف تاع الباك، اي هدف في حياتك، ومثلا عبالكم بلي صعيب الواحد يكون ديسيبليني ويقرا ويخدم كل يوم الهدف ديالو، بصح نتايا اذا تشوف روحك مثلا اسبوع كامل ما راطيت حتى نهار، كل يوم راك تقرا وكل يوم راك تسويفي في البروغرام تاعك، مليح في نهايه الاسبوع تاخذ نص نهار هذاك تاخذه راحه، كما قلت لك سواء تلعب سواء ترقد تخرج مع صحابك كما حبيت. شغل هادي كما يقولوا مليحه المورال تاعك، شغل هديه، شتو واحد كي هدي لك هديه تجيك مليحه انت، علاش ما تهديش هديه لنفسك؟ شغل مكافاه على التعب وعلى الخدمه اللي راك ديرها نهار سمعنا كامل. هذه هي. ما تنساوش في الاخر واش نقول لكم باللي لازم دير مليح في بالك باللي الباك 80% ملي بدا الباك 80% ملي سوجي دائما يطيحوا من الفصل الاول او الثاني، ماشي نقول لكم توجور، تقعد هذيك النسبة تاع 20% يقدروا يطيحوا بعض الأسئلة من الفصل الثالث، ولكن الفصل الأول والثاني مهمين جدا صدقوني، لذلك على لازم تركز مليح ولازم تريفيزي مليح الفصل الثاني. ولا راك روضة الفصل الأول كما قلت لكم، سي يومين في السمانة الويكاند يكون عندك نهار كومبلي جورنية ما تقلاش فيها، راطرابي فيها الروطار وحفظ مليح تاع الفصل الأول باش تريكيبيري. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، إذا عجبك دير لي لايك، اعطيني رايك في التعليقات ولا سؤال ولا نجاوبك انا شخصيا ان شاء الله. وما تبخلش على ناس واحد اخرين، صحابك يقراو معاك، ناس مساكن ما لقاوش شكون يوعيهم وما يعرفوش لاشين هاديه، شهر بها، بارطاجي لي فيديو في لي جروب تاع الباك، هكذا
راك تعاوني انا الله عشان تاعي يتطور وتكبر اكثر، وتزيد تعاون صحابك واحد اخرين، وبالك يدعوا لك، وان شاء الله انت تجيب الباك والناس قاعد يجيبوا الباك. سلام.